طرمني حاكم الملف قال فرسيه وجاوبني صافي سي موا حطيت الملف مازال ما جاوبونيش. والمشروع تاعي كما تعلم عندي مشروع اللي فيه بيسينات فيه منا يخدم في الصيف وعدوني بيعتهولي قبل 1 جويلي يعني جوان مينيموم يعني ماكسيموم جوان. انا في جويل يومين هذا بدون جواب. يحاول صالح هذا الصباح داخل المركب إحصاء البيوت التي يشغلها بعض زبائنه ممن يستولوا على مساحات إضافية بطرق غير شرعية. هو يحبس هنا الريميثال هذا الباساج ده من هذا دابنا ده وشوف سيرتيو هذا بلوكي كونفورميتي يجوا هذا مشي كونفورم سير ريزيرف شوف ما عنده حتى علاقة نهضر معاه كله بك البني هذا كيفاش بناه لماذا بناه انا قلت له هذا على جالي ما عنديش كونفورميتي يبلوكي المشروع تاعي ما كاينش مشكل شوف كيف بدا بي صفه دا وعلاش انا في الحبس هو دا منا ليه الحبس علاش انت راك باش انت قلت حق روح واحد ما يحقد لك ما يحقد ما يحقد امبوسيبل هذه غير المفيد المفيد واحد ما بنى زياده اكستونسيون بغيت انتوما خلاص ما كاش مشكل يبقى بنيك ان شاء الله نتفاهم معك ان شاء الله فيها خير انا جو بونس با كي فاي كي فاي لا لا بناك في الحبس هو بناها ما صافي حتى واحد وليدي وعفصو وليدي ما شافوني بالقوه مش قوة حاشا ولي لا علاه ماشي قوة هذه حاجة هذه مش قوة هذه حاجة وبعض ممن حولوا محلات الطوابق الأرضية إلى سكنات أيضا غيبتي أنا في الغياب تاعي هذو اللي عندي لوكو مغلوقين فيرمي جيت لقيت محلولين دي لوكو ما با زاز بيتاسو ممنوع سي تان ري شوسي سي دي لوكو معناتها في البلان انيسيال ما فيهش دي لوكو دي لوكو دي لوكو هذو اللي حفظهم هذو اللي شوف هاهم دخلوا بالقوة مزيان انت خيوط مدير من نفس الدين هاي هذه بعتها هذه اختها بعتها وحده باعوها وتيها الواحد هذا الصفه تاعي واللوي تبعت تيها بعت واحده كاتري ميتاج او دوسي عند جوندارمري وهذا على لوي لي لوكو داتهم لي زالوي حتى واحد حتى واحد نساه نساه يا بيرسون مشيتها مشيتها ما كاينش هاك المفتاح كي جات له خليت جات له الشيء مشي كاينش هو زيد هذوما تعطيه له المفتاح هو جات له بليش خليك انا شي عطيه له اه كره تعطيه له باش قشونا داخل ولا الجزائر يقعد بالعدد تخرجهم بالقوه تم تشويه المشروع بشكل كبير في غياب صاحبه المسجون ما بين 2013 و 2018 احنا صحفيين وبغينا رانا دينا باش نهضروا على البروجي هذا راه عندها اوبيراسيون عندها رونديفو اي اي ما نهتموا بها نعرفوا بالضبط السيتياسيون تاعكم هنايا كيفاش تهضر انا طاكسي هي هي ماشي انت هي مدام الله يخليك هاي مريض راني نقول لك عندها كونترول عند دير اوبيراسيون ديجا راني روطار رفضت هذه العائله التي تحتل محلا في الطابق الارضي الحديث معه بداعي ارتباطها بموعد طبي